الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا حول التسبيح وبركات التسبيح وثمرات التسبيح. ورأينا في لقائنا السابق ثمرات التسبيح مع نبي الله يونس، وكان طلب العون من الله تعالى على تبليغ الدعوة لنبي الله موسى وأخيه هارون، كان هذا الطلب وهذا الدعاء مشفوعا بالتسبيح عندما قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا يدل على أن التسبيح هو وسيلته في تبليغ دعوته الشاقة إلى فرعون، وطلبه من الله تعالى أن يؤيده ويشد أزره بأخيه هارون بيّن أن له حكمة وغاية. التسبيح كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فما أجمل أن يجتمع الناس على التسبيح، وخاصة المهمومين والمبتلين والمكروبين. وهذا سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما ضاق صدره بكلام الكفار، قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه شاعر، وفي كل هذا يبرئه الله تعالى ويرد عنه. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يبرئه الله عن الجنون، ويبرئ ساحته عن أن كلامه كلام شعراء، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وكذلك يدافع عنه في موطن آخر: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. كلام الكفار ضاق به صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين قولهم شاعر، وما بين قولهم كاهن، وما بين قولهم ساحر، وما بين قولهم دجال، وما بين قولهم كذاب. ورغم أن الله تعالى كان يتولى الرد والدفاع عن عرض حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله نصحه إذا ضاق صدره صلى الله عليه وسلم بما يقولون فيه وما يقولون عنه أن يكثر من التسبيح. فقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أي إن الذي يفرج كرب صدرك ويشرح لك صدرك ويفسح لك قلبك هو التسبيح وكثرة السجود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح، يسبح الله تعالى قبل نومه، ويسبح الله تعالى عند يقظته، ويسبح الله تعالى إذا ركب دابته. فكان صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته ووضع رجله عليها قال بسم الله ثلاثا، فإذا جلس عليها قال الحمد لله ثلاثا، فإذا استوى وتحركت به الدابة كبر الله ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وعندما جاءت السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن زوجها علي وعن أبنائها الحسن والحسين وعن سائر أمهات المؤمنين
ورضي الله أيضا عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة العمل في بيت علي، كانت تطحن النوى وتدير الرحى حتى مجلت يداها، ومعنى مجلت أي تنفخت يداها وكثر فيها الماء الذي كان يؤلمها، وتعبت وملت من كثرة العمل في خدمة بيت علي. كانت تعد طعام وتخبز الخبز وتغسل الثياب له ولأول ولده، كانت تطحن النوى لفرس علي، وكانت تنظف المكان أي الحظيرة التي يربطه ويقيم فيها الفرس التي كان يركبها علي، وكانت تعمل بنفسها. ولما تعبت ومجلت يداها رضي الله عنها وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته أموال من البحرين ومن غيرها من البلدان وفيها عبيد وجواري وإماء، اصطحبها علي رضي الله عنه وذهب سويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلبان منه جارية أو غلام ليكون خادما لهما وعونا لها على العمل في بيت علي. ولما تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم عند الله؟ قالت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا آويت إلى مضجعك فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 33، فهي لك عند الله تعالى أفضل من خادم. هي جاءت تطلب خادما ومعينا يعينها على العمل ومشقة العمل في البيت، فكيف ينصحها النبي بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؟ وما علاقة هذا بهذا؟ أولا، إن الخادم يعين فاطمة على العمل لأمور الدنيا ولا يعينها على العمل لأمور الآخرة. ثانيا، الخادم يعود فاطمة الراحة والدعة والكسل والخمول، ولكن التسبيح يعينها على القرب من الله ويشد من أزرها. الخادم يعين على عمل الدنيا، أما التسبيح فهو يساعد على عمل الدنيا وينفع صاحبه في الآخرة. التسبيح يشفع لصاحبه ويزيده قربا من الله ويعطيه طاقة فوق طاقته وإرادة فوق إرادته. ولذلك أيضا عندما أراد فقراء الصحابة من النبي أن ينصحهم بعمل يمتازون به على الأغنياء وعلى الحجاج وعلى العمار وعلى المجاهدين، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي أهل الأموال أخذوا الأجور كلها، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لكنهم يحجون ويعتمرون ويتصدقون بفضول أموالهم، ولا نستطيع أن نفعل ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم غيركم ولا يدرككم إلا من صنع مثل صنيعكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله عقب كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33، ثم تتم 100 بلا إله إلا الله. وأخذ هؤلاء بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا بعد كل صلاة يسبحون ويحمدون ويمجدون ويكبرون ويحللون، فسمعهم الأغنياء فصنعوا مثل صنيعهم تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا، فغضب الفقراء وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، صنعوا كما صنعنا.
وقالوا كما قلنا. فقال النبي: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الأحبة، التسبيح هو أعظم نعمة يشكر الله تعالى بها على أي نعمة يسديها إلى عبده. فهذا نبي الله زكريا عندما بشره الله تعالى بيحيى قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار. يعني سبح أول النهار وسبح آخر النهار، فهذا أفضل ما يشكر به الله تعالى وترد به النعم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وأن يجعلنا من المسبحين ومن المكبرين ومن المهللين ومن الحامدين الشاكرين ومن الصابرين الصادقين، وأن يحشرنا مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.